السلام عليكم. راح أتكلم اليوم عن حقن الأحبال الصوتية بالفيلر لحالات شلل الحبال الصوتية أحادي الجانب أو ضمور عضلة الحبال الصوتية. علشان الصوت يتم بالشكل السليم يجب التغاء الحبلين في المنتصف. فأثناء عملية الزفير مرور الهواء عبر الحبلين في هذه الوضعية يسبب تموجات على طبقات الحبال الصوتية وبالتالي إصدار الصوت. فإذا كان في شلل في إحدى الحبال الصوتية يكون إحدى الحبال بعيد عن المنتصف، مو ملتغين، فيكون بعيد عن المنتصف، فبالتالي المريض يشكو من بحة، تكون في فجوة بين الحبلين، فالمريض يشكو من بحة في الصوت أو صعوبة في مواصلة الكلام أثناء الكلام. حقن الحبال الصوتية بالفيلر الهدف منه تقريب الحبل من الحبل الآخر عشان يلتغون في المنتصف أثناء الكلام. هذا الإجراء يتم في العيادات المتخصصة في مشاكل الصوت، غالبا يكون تحت البنج الموضعي. يستغرق هذا الإجراء من 5 إلى 10 دقائق، وعقبها المريض يحس بتحسن في الصوت، أما هذا التحسن يكون مباشر أو يكون خلال أيام، من 2 إلى 3 أيام. سلامتكم.